بتكلفة منعدمة وشبه مجانية، نجح لاجئ سوري في التوصل إلى اختراع عجيب حاز من خلاله على الأوسمة والنياكين، وأحدث نقلة نوعية في العالم بأسره. أبهر أساتذة الجامعات في تركيا فنال منزلة رفيعة لم يصل إليها الطلاب الأتراك أنفسهم. ما قصته؟ يواصل السوريون إبداعهم وتألقهم وتقديم صورة مميزة في شتى مجالات الحياة، ونجح العديد منهم في إثبات أنفسهم ومدى قدرتهم في الإبداع والتألق في حال توفرت لهم البيئة والظروف المناسبة، خاصة الشبان السوريون في دول الاغتراب واللجوء. قصة نجاح فريدة من نوعها سطرها شاب سوري وصارت نموذجا على الإصرار والتعب حتى الوصول للهدف المنشود. بطل حكاية اليوم هو الطالب السوري محمد خالد هاشم ألويس. تمكن ألويس من إبهار جميع العلماء بعد أن توصل إلى ابتكار تقنية مذهلة تحول زيت الغاز إلى وقود قابل للاستخدام وبتكلفة تكاد تكون شبه مجانية. الشاب السوري استمر في الأبحاث لمدة أكثر من 3 أعوام في جامعة إينوينو في مدينة مالاطيا في تركيا. الشاب أصر على تحقيق النجاح، فكان له ما أراد، حيث كانت لديه قوة وإدارة كبيرة من أجل تحويل فكرته الإبداعية إلى اختراع على أرض الواقع يقدم من خلاله فوائد كبيرة للبشرية جمعاء. ألويس تمكن من الحصول على براءة اختراع في الهندسة الكيميائية بعد أن توصل إلى ابتكار تقنية حول من خلالها مادة زيت الغاز الفراغي الثقيل الذي يصنف على أنه من أثقل الرواسب النفطية إلى مواد أعلى قيمة مثل المازوت والبنزين بنسبة تصل إلى 80% بالنسبة للاستفادة من المواد التي يتم إنتاجها من خلال التقنية الجديدة المبتكرة. هذا الابتكار من شأنه أن يوفر مبالغ مالية كبيرة، حيث تكمن أهميته بشكل خاص من الناحية الاقتصادية، إذ أنه في حال تطوير الابتكار بشكل أكبر سيكون من شأنه أن يحقق كفاءة اقتصادية أعلى، وبالتالي سيكون من أهم الابتكارات في المرحلة الحالية. الشاب السوري الذي توصل إلى هذا الابتكار ينحدر من مدينة العشارة التابعة لمحافظة دير الزور شرق سوريا، غادر بلده منذ سنوات بسبب الأوضاع القائمة هناك، وتعد براءة الاختراع التي حصل عليها الشاب محمد خالد هاشم ألويس الرابعة التي يتم تسجيلها باسم السوريين المهجرين والأولى في مجال الطاقة والنفط التي يتم تسجيلها عالميا. شركات عالمية قدمت عروضا بالملايين للشاب السوري في سبيل الاستحواذ على براءة الاختراع وتطويرها لتعظيم الاستفادة المادية من خلال إدخال تكنولوجيا بها. لم يتوقف ألويس عند هذا الحد، ولكن إنه يكمل دراسته العلمية ويعكف على تقديم اختراعات جديدة تقدم خدمات جليلة للبشرية وبتكلفة مناسبة في ظل الأزمات المالية العالمية المتتالية التي تشهدها معظم الدول. فهل سيجد التمويلات اللازمة والدعم المناسب لكي ينجح في تنفيذ خططه الطموحة في المستقبل القريب؟